وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من نيويورك سعادة السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة. مرحبا بك سعادة السفير معنا في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن جهودكم وما قمتم به من دور خلال عملية التصويت اليوم. شكرا لك أخي الكريم على الاستضافة. مرحبا. طبعا بدأت البعثة الدائمة لمملكة البحرين وقت مبكر بالتنسيق مع وزارة الخارجية في الاستعداد والتحضير لإجراءات الاقتراع للمواطنين الكرام المتواجدين بالخارج للانتخابات النيابية، وتم عقد عدة اجتماعات وعدة لقاءات خاصة لمنتسبي البعثة ووزارة الخارجية في العموم. طبعا لما لذلك من أهمية في التعريف بالإجراءات الواجب اتباعها في لجان الاقتراع اللي تشكلت في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتوجيه من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. اليوم طبعا فتحت البعثة الدائمة باب الاقتراع للناخبين ابتداء من الساعة 8 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك، وما زالت البعثة في استقبال المواطنين الكرام المتواجدين في المدينة والمناطق المجاورة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم الدستورية، وما زالت عملية التصويت متواصلة حتى هذه اللحظة. نعم سعادة السفير، لو تحدثنا عما لمستموها اليوم خلال العملية الديمقراطية. لا شك أخي الكريم يعني أن في ممارسة المواطنين البحرينيين لحقوقهم السياسية التي أقرها دستور مملكة البحرين طبعا تأتي ترسيخا للمسيرة الديمقراطية التي أرسى دعمها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، ودعم ومساندة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وتمثل هذه الانتخابات الآن النيابية والبلدية في دورتها السادسة فصلا جديدا مزهرا في المسيرة التنموية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله، حيث يعني تعكس مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم النيابيين آفاق العمل الديمقراطي وما وصلت إليه من متانة وصلابة الإرادة الشعبية لكل ما فيه خير بلدنا العزيز. وبالتالي فإن هذا يعني المنجز الحضاري يبعث على الفخر والاعتزاز ويدفع تجاه مواصلة البناء على كل ما سبق وما تم في مسيرة العمل الوطني المخلص والتطور في مملكتنا العزيزة. ومشاهد قدوم وتوافد المواطنين اليوم للبعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك يعني تمثل شاهدا على ما يتحلى به المواطن البحريني من مسؤولية ووعي وحق تجاه وطنه وممارسة حقوقه الديمقراطية. نعم كان معنا من نيويورك سعادة السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك.